I speak on my behalf and as a chairman of the Palestinian Retail Center PRC. My bank account and that of the PRCs were forcibly closed on several occasions without any explanation from 2009 and 2015. The closing of our banking facility severely obstructed our ability to operate and live, and we were unable to penetrate the cloak of secrecy as to why. We discovered that we had been labeled under the terrorism designation by Wordcheck on their secret database due to a misleading allegation. هنا في وسط العاصمة البريطانية لندن، في أحد هذه المباني، مقر لشركة مثيرة للجدل يرتبط اسمها بواحدة من أعرق المؤسسات الإعلامية العالمية. لا يسمع الكثيرون عن هذه الشركة، لكنها تتحكم بمصائر الملايين. قائمة سوداء تصدرها الشركة سراً، تعتمد عليها أغلب البنوك العالمية والحكومات والمؤسسات الخدمية حول العالم. كيف تعرف إذا كنت مدرجاً فيها أم لا؟ وهل هذه القائمة تحكمها الشفافية أم أجندات خفية؟ في هذا التحقيق نفتح ملف شركة ووردتشيك المثيرة للجدل. لم يكن فتح هذا الملف أمراً سهلاً في ظل تحفظ الشركة ورفض أي من مسؤوليها الظهور أمام وسائل الإعلام. ضحايا هذه الشركة كثر، مصنفون كإرهابيين أو مجرمين على قوائمها، يتوزعون على بلدان مختلفة، منهم من علم صدفة ومنهم من لم يعلم. أول تسريب عن الشركة كان صدفة عام 2016. خبير أمريكي في أمن المعلومات تمكن من الوصول إلى قاعدة بيانات شركة ووردتشيك وأهمها قائمة الإرهاب، واصفاً إياها بالقائمة السوداء. في هذا التحقيق وصلت إلى كريس فيكري الذي يكشف تفاصيل عثوره على القائمة التي كانت تضم في ذلك الوقت أكثر من 2,000,000 اسم، وأضحت تلك القوائم حينها خارج سيطرة الشركة. عثرت على قاعدة بيانات ووردتشيك أثناء بحثي في نتائج قاعدة بيانات تسمى كاوتش دي بي، وهي قاعدة بيانات يمكنك العثور عليها خلال بحثك في محرك بحث الشبكة العالمية. وإذا ما كان شيء ما متاحاً عبر منفذ قاعدة بيانات كاوتش دي بي ويمكن الدخول إليه عبر الشبكة العامة، يمكنك البحث فيه. حالفني الحظ وعثرت عليه. أظن أن المثابرة مثمرة حين تصادف كماً كبيراً من البيانات لتعثر على معلومات قيمة بين الفينة والأخرى. إذن عثرت عليها وأنزلتها، وكان الدخول إليها ممكناً على الشبكة العامة ومتاحاً للجمهور. ما هو شعورك الأول عندما عثرت على هذه القائمة؟ أول رد فعل كبير لي عندما كنت أنظر في الصفوف المختلفة ورأيت أناساً موسومين كإرهابيين، وذهلت حين عرفت أن هذه قائمة ليست متاحة لأي كان. ثم خطر لي أنه إن كانت هذه قائمة تصم الناس على أشياء من هذا القبيل، فمن الذي أنشأ هذه القائمة؟ فبحثت لأعرف من أنشأ ووردتشيك. شركة ووردتشيك تأسست عام 2000 على يد رجل أعمال يدعى ديفيد ليبان في جنوب أفريقيا، قبل أن تنتقل إلى بريطانيا ومنها إلى العالم. فكرة الشركة بحسب ما نقل عن ليبان بدأت بإعداد قوائم بأسماء المتهمين بالجرائم المالية بهدف الإنذار المبكر لمساعدة المصارف على فهم المخاطر المالية المرتبطة بعملائها في جميع أنحاء العالم.
ولا سيما جرائم غسيل الأموال. بعد أحداث 11 من سبتمبر عام 2001 في أمريكا، توسع نطاق عمل وورد تشيك لتشمل قوائم المتورطين بالإرهاب. حاولنا التواصل مع ديفيد ليبان لكنه رفض مقابلتنا، معللاً أن الشركة بيعت منذ سنوات وألا علاقة تربطه بالشركة الآن. سيد توم، من الذي يملك الشركة الآن؟ لقد اشترى تومسون رويترز وورد تشيك عام 2005. لقد أشرفت على تطوير قاعدة بياناتها وتوسيع نطاق عملها. مقر الشركة يقع داخل مبنى وكالة الأنباء العالمية رويترز في منطقة كناري وورف وسط لندن. مؤخراً أعلنت رويترز بيع جزء من حصة وورد تشيك إلى شركة أخرى. عام 2018 باع تومسون رويترز 55% من أسهم وورد تشيك لمستثمرين، وما زالت تملك 45% من شركة ريفينيتيف، وهو الاسم الجديد للشركة المالكة للقائمة. ما هي مصلحة تومسون رويترز؟ وهي مؤسسة كبيرة لها خدمة إعلامية عالمية كوكالة أنباء رويترز، في أن تقوم بمثل هذا العمل أو أن تكون تدير هذه الشركة التي تثار حولها الكثير من الشبهات والجدل؟ تومسون رويترز هي وكالة خدمات مالية ولها مصلحة من التربح من الخدمات المالية. وورلد تشيك تدر الكثير من الأرباح، فالاشتراكات تصل إلى ملايين الباوندات. هذا القطاع يدر الكثير من المال. كيف تصف عمل وورلد تشيك؟ وورلد تشيك هي قاعدة بيانات تحوي ملايين الأشخاص والمنظمات حول العالم. يزعم أنهم خطرون لارتباطهم بشكل ما بالإرهاب أو الجريمة أو بسبب موقعهم السياسي، وهي نظام تستخدمه البنوك حول العالم للتحقق من عملائها، لمعرفة ما إذا كانوا يرتبطون بعمل مع جهة يمكن أن تسبب مشاكل للبنك لاحقاً أم لا. بالبحث في المواد التسويقية للوورد تشيك، تظهر الشركة عدداً من التصنيفات في قوائمها. أهم هذه التصنيفات الجرائم المالية والشخصيات السياسية المعروفة تحت اسم BEP أو الأفراد والمنظمات. وأخطر هذه القوائم قائمة الإرهاب. تقول الشركة إن عدد زبائنها حول العالم تجاوز 6,000، وهم أجهزة حكومية واستخباراتية وشركات قانونية كبرى وعدد كبير من المصارف. تروج الشركة أن 49 مصرفاً من أكبر 50 مصرفاً عالمياً يستخدمون قاعدة بيانات وورد تشيك، ما يعني سيطرتها على هذا السوق عالمياً رغم وجود شركات أخرى عاملة في ذات المجال. نوعية وحجم المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعتمد على قوائم الشركة يؤشر على مدى خطورة تبعات هذا التصنيف. الملفت أن وثائق الشركة تبين ازدياد أعداد المدرجين في القوائم بـ 25,000 اسم شهرياً. من هنا برزت الحاجة لوورد تشيك، وقد نمت عبر السنوات إلى أن وصلت اليوم لتضم 3 ملايين فرد ومنظمة، وتملكها شركات كبرى ويستخدمها الكثير من البنوك حول العالم. لقد بقيت محتويات هذه القائمة سرية لوقت طويل، وفي السنوات الأخيرة فقط وبفضل جهود صحفيين وناشطين وأناس أدرجوا في وورد تشيك، بدأنا نتعرف على بعض القضايا المتعلقة بقاعدة البيانات هذه. فعلى سبيل المثال، لجنة مسجد فينسبيري بارك أغلق حسابهم وعرفوا أخيراً أنهم مدرجون في وورد تشيك التي ما تزال تربطهم بالإرهاب، مع أن المسجد لم تعد تربطه علاقة بالإرهاب. مسجد شمال لندن المعروف باسم مسجد فينسبي بارك، والذي يأمه مئات المصلين عند كل صلاة جمعة، كان محط أنظار وسائل الإعلام والشرطة البريطانية
عندما أصبح الشيخ أبو حمزة المصري إماماً للمسجد عام 97، وهو المعروف بآرائه المتشددة. أغلق المسجد إبان اتهامات بالإرهاب، ثم أعيد افتتاحه عام 2005. تغير وجه فينزبري بارك بعد ذلك عندما تسلمت إدارة جديدة المسجد، وأصبح وفقاً للإعلام البريطاني مركزاً لنشر التسامح والاعتدال والخدمات الاجتماعية. في عام 2014 فوجئ القائمون على المسجد بإدراجهم على قائمة الإرهاب في وورد تشيك. لم نكن نتصور أنه بعد الجهد الذي قامت به الجالية هنا والجهد الذي قامت به إدارة المسجد وأمناء المسجد لتغيير صورة المسجد هنا ووضعه بأيدي أمينة بأنه نوصف بالإرهاب. كيف بدأت قصتكم مع وورد تشيك؟ القصة بدأت عندما وصلتنا رسالة عبر البريد من بنك HSBC تعلمنا بأن حسابنا البنكي سيتم إغلاقه، وعندنا شهرين لتدبير أنفسنا وإيجاد بنك آخر لفتح حساب للمسجد ونقل كل الأموال الموجودة إلى حساب الجديد. بعدها تم التواصل معنا من BBC، من مراسل BBC، وطلب منا مقابلة في هذا الموضوع، في هذا الإطار، وأيضا فيما يتعلق في المسجد. قال لي المراسل في ذلك الوقت: هل تدري أن اسمكم موجود على لائحة الإرهاب في مؤسسة اسمها تومسون رويتر أو وورد تشيك؟ سيد بيتر، كنت الصحفي وحينها كنت تعمل في BBC الذي اكتشف أن مسجد فينزبري بارك هو مصنف ضمن وورد تشيك، قائمة وورد تشيك ضمن قائمة الإرهاب. كيف تمكنت من الحصول على هذه المعلومة ومتى كان ذلك بالتحديد؟ طلبت من BBC أن يبثوا لي برنامجاً إذاعياً وقدمت الأمر، واكتشفنا وجود قاعدة بيانات سرية كانت تدعى وورد تشيك، مملوكة لتومسون رويترز في ذلك الوقت، وفيها تصنيف واحد يدعى الإرهاب، وهو أمر خطير جدا كما نعرف كلنا. لا يمكنك التعامل مع أشخاص يتصفون بالإرهاب. واكتشفنا أن مسجد فينزبري بارك مدرج تحت تصنيف الإرهاب. كيف كانت ردود الفعل حينها؟ من ذاكرتي أظن أن السيد كوزبر شعر بصدمة، وهذا طبيعي. ثم تتبعت وورد تشيك وأجريت محادثة معهم، وقالوا إن إجراءاتنا سليمة أو أشياء من هذا القبيل، لا أذكر بالضبط. كنتم أول مؤسسة كمسجد فينزبري بارك في تقديم قضية ضد وورد تشيك هنا في بريطانيا. النتيجة بأنه قامت شركة تومسون رويترز بالاعتذار لنا أولاً، وسحب اسمنا من لائحة الإرهاب ووضعها تحت مسمى الأورجانيزيشنز أو المؤسسات، وكنا على يقين بأنه لو فزنا في هذه القضية كمسجد سنفتح الباب لمؤسسات أخرى كثيرة عانت وتعاني من ما حصل لنا. فذلك كانت الفكرة أنه نمضي بهذه القضية للآخر ونفوز بها بإذن الله تعالى حتى نفتح المجال للآخرين، وهذا ما حصل. بالفعل فتحت قضية مسجد فينزبري بارك الباب أمام العديد من المؤسسات لمقاضاة وورد تشيك بعد أن كشفت عن وجود القائمة. واحدة من أحدث هذه القضايا القضية التي رفعها على وورد تشيك ماجد الزير، رئيس مركز العودة الفلسطيني ومقره لندن، بعد أن أغلقت حساباته وحسابات المركز المصرفية. يعمل مركز العودة كمنبر إعلامي لخدمة فلسطيني الشتات، وقد منحته الأمم المتحدة مقعد مستشار رسمي فيها، وينشط مع السياسيين حول العالم ويقدم أوراقه تحت مظلة الشرعية الدولية. صنف المركز ورئيسه من قبل وورد تشيك تحت
تحت بند الإرهاب. يناير كانون الثاني عام 2019 تمكن ماجد الزير من انتزاع تسوية مع شركة وورد تشيك لإزالة اسمه من قائمة الإرهاب، وحصل على تعويض مالي مستحق. نعم، هذا قانوني، والنظام القضائي البريطاني يشجع الناس على إجراء التسويات. ولأكون صريحاً، معظم القضايا من هذا القبيل نفضل إجراء تسوية فيها. في حالة وورلد تشيك حتى الآن قمنا بتسوية كل القضايا، أي لم تكن هناك قضية بتت فيها المحاكم ضد وورلد تشيك، فكلها انتهت بالتسوية كما حدث مع السيد ماجد الزير. عادة ما يتم التوافق على أن التصنيف يندرج تحت بند الحماية، ويدفعون تعويضاً ويعرضون تعويضاً عن تكاليف المحاماة، وهذا كل شيء. كنا في غياب تام عن وجود قائمة وبأسماءنا عليها، حتى وصلنا إلى خبر صحفي يقول أنه مسجد شمال لندن فينسبري بارك موسك قد ربح قضية ضد قائمة، ضد رويترز، فيما يعرف الوورد تشيك. وبدأنا في البحث إن كان هناك شيء من الإدراج لأسمائنا أو لمركز العودة، فصار في التواصل مع مكتب المحاماة الذي كان يتكفل بقضية فينسبري بارك موسك، وسألناه فإذا بالأسماء موجودة واسمنا في أعلى التصنيف كإرهابيين. وهذا ما بدأ يفسر لنا إمكانية أن يكون هذه القائمة وهذا الإدراج سبب إغلاق متكرر وصعوبات نجدها وفي المعاملات الحياتية اليومية لأشخاص مركز العودة ولمركز العودة في إغلاقات غير مبررة من البنوك. الضرر محصور فقط في إغلاق الحسابات البنكية؟ حتماً لا، الضرر محصور في التنقلات الدولية. في بالنسبة لكم شخصياً؟ لا، في عندنا صعوبات الآن. أي صعوبة نواجهها في حياتنا كمؤسسات كأشخاص، في متهم أول هذه القائمة، حالة شلل. وأيضاً فيما يتعلق في المؤسسة، وهنا الخطير، أنك بدون أن يكون لديك رقم حساب معناه ما في تبرعات، ما في حياة، فهو خنق حقيقي وإنهاء مباشر لهذه المؤسسات، لأنه تشبه المؤسسة. هل هذه القائمة منعتك من الوصول لعدد من الدول؟ في دول رجعت من الحدود، دول عربية بدون أسباب، خلص لا نريد، رغم أنه أنت ضيف على الدولة. بمجرد إدراج مركز العودة الفلسطيني في القائمة، أصبح بإمكان وورلد تشيك إدراج كافة القائمين عليها والإداريين فيها بشكل شخصي، أي أن السيد ماجد الزير أدرج بسبب ارتباطه بمركز العودة الفلسطيني. هل قبلت أي من أعضاء قائمة الوورلد تشيك، سواء كانوا من الممثلين أو الذين يعملون في الإدارة أو من فرق البحث أو ما شابه؟ أجرينا لقاء واحدا مع محامي وورلد تشيك وبعض من إداريهم قبل عام ونصف تقريبا، لم نلتقي بهم سوى تلك المرة، لربما تواصلنا عبر البريد الإلكتروني، لكن بشكل عام ليس من السهل التحدث إليهم أو الالتقاء بهم. هل هم طلبوا التسوية أو أن يكون أمر بعيدا عن المحاكم والقضاء؟ أصلا القضية كلها نتيجتها تسوية، ما كنا فيه في المحكمة هو التسوية قبلوا فيها برا المحكمة. تذهب للقضاء والقضاء ولا بالقضاء بيقول لك إذا بدك تسوي برا المحكمة، ولكن تثبت بالمحكمة. تظهر الوثائق التي حصلنا عليها والخاصة بقضية مركز العودة أن التسوية تمت بين المركز وتومسون رويترز، وليس مع المصارف التي قامت بإغلاق حسابات المؤسسة، وهو ما يطرح تساؤلاً حول مسؤولية وورد تشيك المباشرة عن إغلاق الحسابات، وذلك عبر تصنيف عملاء المصارف ضمن قوائم الإرهاب. يقول المتضررون إن المصارف لم تعطي أي سبب لإغلاق حساباتهم. قمنا بمراسلة مصرف HSBC، وهو المصرف الذي أغلق حسابات مركز العودة ومسجد فينسبي بارك، لمعرفة أسباب الإغلاق. بعد محاولات للتواصل مع القائمين على وورد تشيك، رفضت الشركة مقابلتنا واكتفت بالرد على بعض أسئلتنا هاتفياً عبر مدير التواصل فيها. Hi sir, this is Tamer Al-Mishal. I'm calling from Al Jazeera. And you mentioned there that there's an allegation that
there's a link between WorldCheck and customers not having their accounts closed. So we don't have any evidence of that. Do you have evidence of that? So that whilst individuals may make claims, I think the responsibility, as a responsible media outlet, you would want to fact check that and ask for some evidence that accounts have been closed. And, you know, that's not, you can't put those out, you can't just accept those allegations without having some substance to them. But if there is no relation between you and the banks, why did you accept to do settlements with the victims based on their bank accounts being closed? There can be a number of reasons why we agree to settle. It's not because we're not, that's not acceptance of any wrongdoing. When you settle, I'm sure you agree with this or understand this, that when you settle a case, it is not to say that you've won or lost. It just means you don't want to take the proceedings any further. And there can be a number of reasons why individuals and companies settle a legal case. نفي الشركة أي ارتباط لقوائمها بإغلاق المصارف لحسابات المدرجين فيها دفعنا إلى البحث عن دليل أو شاهد عيان على ربط الشركة بإغلاقات الحسابات في المصارف. توصلنا إلى بيتر هامفري المحقق المالي البريطاني والذي سجن مع زوجته في الصين لمدة عامين لقيامه بتحقيقات مالية هناك. تفاجأ بيتر بإغلاق حساباته المالية في مصرف HSBC ومصارف أخرى. بعد خروجه من السجن يتهم هامفري WorldCheck بالوقوف وراء إغلاق حساباته. بداية تم الحجز على أول حساب بينما كنا في الأسر ولم نعلم عن أمر الحجز، وكان هذا الحساب مهماً إذ كان يفترض أن يكون مصدر المال الذي يعتاش عليه ابننا الذي انقطع عنا بسبب اعتقالنا، وقد اعترض ذلك حصوله على المال. بعد ذلك عندما نظرت في قواعد البيانات بعد إطلاق سراحنا وجدت أن ابننا أدرج هو أيضاً إلى جانبي وجانب زوجتي تحت التصنيف نفسه. نحن الثلاثة أدرجنا مع إرهابيين ومهربي بشر ومهربي أسلحة وغيرهم. متى اكتشفت أن اسمك وضع على هذه القائمة؟ أنا وزوجتي أطلق سراحنا من الصين في وسط حزيران يونيو 2015، وأخذت أبحث عن مصرف يقبل نقودي، وتوجهت إلى عدد من البنوك الخاصة في لندن وأيضاً إلى سيتي بانك في لندن، وقلت لهم هذا هو وضعي وأود فتح حساب لأحول أموالي من HSBC إلى حساب جديد. موظف بنك متعاون بدأ في فتح حساب لي وقال إنه يجب أن يتفقد بعض الأمور في النظام، وفجأة أخذت أجراس الإنذار تدق على حاسوبه وظهر علم أحمر، ثم قال أوه النظام لا يسمح لي بالقبول بك كعميل. فقلت لماذا؟ هل يمكنك أن تريني إياه؟ فأدار شاشة حاسوبه كي أراها، فرأيت نظام قاعدة بيانات تظهر أعلاما حمراء تظهر عناوين صحف صينية حول قضيتنا. فسألته ما هي قاعدة البيانات التي يستخدمها البنك؟ فذكر لي WorldCheck وذكر LexisNexis. مشاهدة بيتر هامفري للقائمة في المصرف واعتمادها على أخبار صحفية صينية كما قال أثار استغرابنا ولفت نظرنا إلى طبيعة المصادر التي تعتمد عليها WorldCheck في تصنيف الأشخاص والمؤسسات في قوائمها المختلفة. ما هي مصادر قائمة WorldCheck؟ على ماذا يعتمدون؟ أشخاص؟ مواقع؟ وكالات استخبارات؟ في بعض القضايا نعتقد أن المسألة لا تتعدى البحث على محرك بحث كجوجل، أو قد تكون قائمة ترسلها الحكومة.
كيف يعني هل اسمك يظهر في الإنترنت؟ ربما قرأوا فقط صفحة الجرائم في صحيفة ذلك اليوم واختاروا الاسم من هناك، وقد رأينا ذلك بوضوح. وفي حالة مركز العودة الفلسطيني كان الأمر بسيطاً، من مصدر واحد فقط، وكان المصدر الوحيد هو الجيش الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية. الصحفي الاستقصائي توم ويلز كان من بين الذين احتفظوا بالقائمة المسربة للورد تشيك عام 2016. بحثت معه عن مركز العودة ومسجد فينزبي بارك لمعرفة أسباب إدراجهما على القائمة والمصادر التي تم الاعتماد عليها. نعم، ها هي. ماجد الزيري. Yeah, so we can see that he was. نرى أنه قد أدرج تحت خانة الإرهاب عام 2014، وبلده دولة فلسطين. ومذكور أنه المدير العام لمركز العودة الفلسطيني في لندن، والذي يزعم أنه تابع لمكتب حماس في أوروبا ولجماعة الإخوان المسلمين. وتوجد سلسلة من الروابط لصفحات إلكترونية استقوا منها هذه المعلومات. لدينا موقع اسمه Global MB Watch وموقع Global MB Report وموقعان آخران من إسرائيل، موقع الحكومة الإسرائيلية ومنظمة تسمي نفسها Terrorism Info في إسرائيل. لكن العديد من الحكومات الأخرى حول العالم لا تتفق مع تصنيف إسرائيل لمن هو الإرهابي. لذا يبرز سؤال: لماذا تعتمد شركة في لندن تزود البنوك حول العالم بالمعلومات على مزاعم دولة واحدة؟ الاعتماد على أخبار وتقارير صحفية منشورة على الإنترنت كان أمراً صادماً. خلال التحقيق بحثنا عن أشخاص على صلة بورد تشيك لفهم حقيقة اعتماد الشركة على هذه المصادر. هنا في ولاية ميامي الأمريكية وصلنا إلى كينيث روجوك، المستشار السابق في وورد تشيك والذي دافع عن آلية عمل الشركة. أي قاعدة بيانات تجارية خارجية لأشخاص شديدي الخطورة يجب أن تعتمد على مصادر مفتوحة كمقالات الصحف والمجلات أو ربما قضايا المحاكم. فالعميل المصرفي يجب أن يكون قادراً على الاطلاع وقت الحاجة على مصدر الحصول على المعلومات التي يمكن أن يستخدمها ليتخذ القرار تجاه عميل ما. We collect all of this information into one place, but all of that information that we collect is in the public domain. Yeah, it's all in the public domain. We just make it easier for banks and for companies to collect all of that information. المصادر التي تعتمد عليها وورد تشيك هي مواقع صحفية ومنها مواقع منها مدونات. This is a very serious. ما تسلط عليه الضوء هنا هو مسألة خطيرة. لقد أجرينا الكثير من البحث وتجد منظمات. هذه قصة كتبتها حول هذا الموضوع. مواقع متهمة بتبني أجندات يمين متطرف تعزز الإسلاموفوبيا استخدمت كمصادر لموقع وورد تشيك. منظمات مثل US Think Tank Legitstanitz ومثل جهاد ووتش من موقع مركز ديفيد هوروفيتز للحرية. هذه منظمات لا يمكن الوثوق بها أو الاعتماد عليها من وجهة نظري، إذ هي تعتمد أجندات أيديولوجية، وفي هذه الحالة ليس من تحمل المسؤولية الاعتماد على منظمات كهذه كمصادر. استخدام مواقع يمينية متطرفة معروفة بمواقفها المعادية للمسلمين كمصادر موثوقة في وورد تشيك قادنا للتساؤل: إذا كانت الشركة تستهدف المسلمين على وجه الخصوص بشكل أكثر من غيرهم، قمنا بتحليل أعداد المسلمين المدرجين في القائمة المسربة عام 2016. تبين أن الآلاف من المسلمين من حول العالم مدرجون في قوائم الإرهاب. كم يمثل المسلمون من هذه القائمة؟
Just from my experience. من خبرتي، وهنا أنطلق من خبرتي التحليلية والعملية لما رأيته، قائمة الإرهاب التي سمعتها من عدة مصادر تحوي حوالي 1,000,000 شخص، وحوالي ثلث قاعدة البيانات تتعلق بالإرهاب. من هؤلاء من بين المسلمين الأوروبيين وبعض العملاء من مسلمي الشرق الأوسط يمثلون حوالي 90% من القائمة، نسبة مرتفعة جداً. من حوالي 1,090,000 مسلمون، هذا تقدير الخاص وليس لدي تحليل علمي، هذا مما سمعناه ورأيناه حتى الآن. في التحقيق الذي قمت به معظم الأمثلة أكثر من 90% عن أمثلة لمسلمين، سواء أشخاص أو مؤسسات. هل المسلمون هم الضحية الأولى والأكبر لورد تشيك؟ أظن أن المسلمين تأثروا بنسبة غير عادلة بهذا النوع من الخدمة، ببساطة لأنهم عرضة أكثر من غيرهم للاتهامات، الاتهامات الجائرة وغير المبنية على أدلة. وما تقدمه خدمة من مثل وورلد تشيك هي أنها تمتص أي نوع من الاتهامات على الإنترنت دون أن تكترث كثيراً حول مصدر الاتهام. لا أرى أن هناك تركيزاً غير عادي على المسلمين أو العرب في أي من قواعد البيانات التجارية العامة الأربع المتعلقة بالأشخاص الخطرين، لكن عملياً هي تحتوي على الكثير من حملة الجنسيات العربية والإسلامية بسبب الحرب العالمية على الإرهاب. أرى أن قائمة البيانات هذه قد طالعتنا في أجواء ما بعد أحداث 11 من سبتمبر والخوف من الإرهاب، وبالطبع لهذا أثره على المسلمين أكثر ممن سواهم. وأظن أن ما فعلته وورلد تشيك للأسف أنها أخذت أسوأ الأكاذيب والشائعات حول المسلمين من أشد زوايا الإنترنت قتامة، وأعادوا تقديمها على أنها معلومات موثوقة، وأرى أن هذا أمر مقلق للغاية. تعتمد شركة وورلد تشيك حسب الوثائق المنشورة للشركة على شبكة من الباحثين تغطي 240 دولة ومنطقة حول العالم. في هذا الإعلان تطلب شركة تومسون رويترز باحثاً للعمل في مكتبها في واشنطن ضمن فريق وورلد تشيك. يظهر الإعلان بشكل واضح اهتماماً بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث يشترط إلماماً بوسائل الإعلام العربية. سيد نمير، بالنسبة إلى العاملين والباحثين في وورلد تشيك، هل هناك معايير محددة يتم وفقها اختيار الباحثين؟ عندما تحدثت مع عدد من محللي وورلد تشيك ومصدر حالي في الشركة، صدمت حين علمت أن معايير إنشاء ملفات المدرجين في القائمة منخفضة جداً. دعني أضرب مثالاً. تحدثت مع أحد مراجعي الملفات فقال لي إنهم يراجعون 300 إلى 600 ملف في اليوم الواحد، أي في يوم عمل يتكون من 10 ساعات إلى 12 ساعة ستقضي أقل من دقيقتين لمراجعة الملف الواحد. لا عجب أن لا تتمكن من مراجعة مصدر المعلومات أو الادعاءات حول الشخص أو المنظمة. لن يكون لديك وقت. الاتهامات بعدم الدقة في إدراج الأسماء على قوائم وورلد تشيك لم تمنع المؤسسات الرسمية في دول كبريطانيا من الاعتماد عليها. وجدت أن 300 من مؤسسات تطبيق القانون والاستخبارات حول العالم تستخدم هذه الخدمة. سألت عدداً من وكالات تطبيق القانون البريطانية، من ضمنها وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة ووكالة الجريمة الوطنية وشرطة مدينة لندن، وكلهم أكدوا لي أنهم مشتركون في خدمة وورلد تشيك. لديك أيضاً عدد من مانحي الرهونات العقارية يعتمدون الخدمة، خدمات مراقبة التأشيرات، وكذلك لجنة الأعمال الخيرية في المملكة المتحدة تقارن متلقي التبرعات بهذه القائمة، وكذلك دائرة التنمية الدولية. تكشف الوثائق الخاصة بالشركة والتي حصلنا على نسخة منها أن وورلد تشيك تعتمد بنسبة معتبرة من مصادرها على العقوبات الرسمية التي تصدرها الحكومات حول العالم على الأفراد أو المؤسسات، وهو ما يعطي سلاحاً لدول بعينها
لمحاربة معارضيها. World Check tracks sanctions, official sanctions, that are published by governments around the world. World Check is reflecting is the fact that a country has sanctioned an organization or deemed an individual as a sanctioned entity. Sir, you keep saying sanctions, sanctions. The question here, how you rely on sources and sanctions and blacklists coming from non-democratic countries like Egypt, Emirates, and others? We can't, no, we don't, it's not a list, it's a database, okay? It's not a blacklist, we object to it being called a blacklist. We don't control sanctions, so if you're focusing on sanctions, then you have to understand those sanctions are, whether or not you agree with them, and yes, you know, you could argue that all sanctions are politically motivated. I don't think that's, you'd be saying anything new there. But the fact is that if they are an official, if a country designates an organization or an individual as a sanctioned entity, then businesses have to observe that sanction. They cannot ignore it because they will be fined or they will be punished for it. So we capture all of those sanctions. That's what we reflect in World Check. So if you're going to focus on the unfairness of sanctions, then that's not something that's within our control. There are all kinds of countries. توجد أنواع مختلفة من الدول والمنظمات، والتي تصف المنظمات التي لا تعجبها لأسباب خاصة بها كمنظمات إرهابية. على سبيل المثال، الإمارات العربية المتحدة معتادة على وصف المنظمات التي لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين أو التي تشتبه باتصالها بجماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية، بغض النظر عن كونها منظمات مسالمة، وأظن السعودية تفعل الشيء نفسه. إذن بالنسبة للإمارات والسعودية، منفذ مهم جداً. سلاح مهم، ونحن في بريطانيا التي تدعي أنها دولة نزيهة وعادلة يجب أن لا نقبل بهذا. دفعنا اعتماد وورد تشيك على قوائم العقوبات التي تصدرها الدول إلى البحث في القوائم التي أصدرتها دول عربية. كان من بينها قائمة أصدرتها الإمارات العربية المتحدة عام 2014، وضمت أكثر من 80 منظمة وحركة إسلامية حول العالم. هنا في بروكسل، من بين ضحايا تصنيف وورد تشيك، اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية مقراً له، ويضم 27 منظمة إسلامية في دول أوروبية مختلفة أدرجته وورد تشيك في قائمة الإرهاب. اللافت والمثير بحسب ما توصلنا إليه في هذا التحقيق أن تصنيف الاتحاد تحت بند الإرهاب جاء مباشرة بعد إدراجه في قائمة الإرهاب الإماراتية التي أصدرتها أبوظبي عام 2014. هل تربطون بين هذه القائمة، قائمة التصنيف الإماراتية لكم بالإرهاب، مع تصنيفكم ضمن وورد تشيك بالإرهاب؟ طبعا هي الوورد تشيك نفسها تقول أن هو مصدرها هي قائمة الإمارات، وهذا موجود معنا في وثائقها، فهذا هو المصدر الوحيد الذي اعتمدت عليه الوورد تشيك. وبين محامينا والوورد تشيك هناك مراسلات. الوورد تشيك يعتبر أنه هو يأخذ من مصادر شتى، عنده بنك معلومات تحتوي على مصادر شتى، وهو غير مسؤول على التدقيق والبحث، معنى هذه أيضا مفارقة، على التدقيق والبحث في هذه القائمات ومصادرها ومدى صدقيتها وجديتها. هل جميع المؤسسات والمنظمات المندرجة تحت الاتحاد الذي ترأسونه صنفت أيضا جميعها على قائمة وورد تشيك بأنها إرهابية أيضا؟ الوورد تشيك أخذت القائمة كما هي، فبالتالي كثير من مؤسساتنا موجودة في هذه القائمة، قائمة الإمارات، ف
فانتقلت إلى تصنيف الوورد تشيك. كوبي أند بيست. كوبي أند بيست. وورد تشيك تذهب في القضايا معظمها إن لم تكن كلها التي ذهبت إلى القضاء إلى تسويات قانونية قبل الوصول إلى أحكام قضائية. هل في القضية التي تدافع عنها السيناريو هذا هو الأرجح؟ إنه أمر واضح تماماً. أنا لا أتصالح مع الخصم، إما أن يتوقف الخصم أو نذهب إلى المحاكم. إنها المحكمة ويجب الحسم من خلالها. ما أريده هو قرار قضائي أو رسالة واضحة من وورد تشيك تقر فيها بأنها أخطأت وأن زبائني ليسوا إرهابيين ولا مبيضي أموال وليس لهم علاقة بالتشهير الذي نسب إليهم. لن يقبل زبائني بمبلغ صغير ليعاد وضعهم على اللائحة بعد شهرين. يجب أن يصدر حكم قضائي أو اتفاق معد بشكل جيد. في كل الأحوال يريد زبائني معرفة السبب، فالآثار كانت كبيرة للغاية. أن توضع على هذه اللائحة فهذا يعني أن المصرف سيغلق حسابك، وهذا يعني موتك. حصلنا على نموذج للملف الذي تعطيه وورد تشيك لعملائها حول أي مؤسسة أو شخص مدرج في قوائمها. وجدنا في آخر الملف ديباجة قانونية تخلي فيها الشركة مسؤوليتها عن أي تبعات أو إجراءات تلحق بالمدرجين في قوائمها، وتلقي الكرة في ملعب عملائها من المصارف وغيرها للتأكد من المعلومات. يجب أن يكون جلياً أن أي موظف بنك يتعامل مع شكاوى ويستخدم قاعدة بيانات متاحة بشكل تجاري لا يأخذ المعلومات على علاتها. عليه أن ينظر للمصادر في الأسفل ليعرف من أين جاءت المعلومة. فبالنهاية موظف الشكاوى يجب أن ينظر في خلفية الشخص كاملة ولا يعتمد على قائمة عقوبات أو معلومات سلبية جاءت من دولة غير ديمقراطية. هذا هو التحايل بعينه. نفتعل ضجة ونلحق بالناس سمعة سيئة ثم نقول إن أردت أن تتعامل معهم عليك التأكد من المعلومات، لكن لا، على من يطلق المعلومات أن يتأكد هو من صحتها. إن أطلقت معلومة عنك أنك لص يجب أن أتحمل أنا التبعات. المشكلة القانونية الحقيقية هي أن تفهم وورد تشيك جيداً أنه لا ينبغي أن نكتفي بالقول تأكدوا من المعلومات التي أعطيتها، فأنا لست مسؤولاً والآخرون هم المسؤولون، وألا يحاولوا التنصل من المسؤولية دون تحمل مسؤولية الضجة والمعلومات التي نشروها. خلال سعيه للدفاع عن قضية اتحاد المنظمات الإسلامية في بروكسل، واجه المحامي جورج بوتي تعقيدات مثيرة للريبة في الأسلوب المتبع من قبل وورد تشيك مع قضايا المتضررين من قوائمها. عندما راسلنا رويترز أواخر يناير كانون الثاني وأوائل فبراير شباط على العنوان الذي يدرجونه في منشوراتهم في شارع مارينيكس في بروكسل، وصلنا هذا الرد. هذه رسالتنا التي أرسلناها بالبريد المسجل، عادت إلينا رغم أن العنوان صحيح، أي شارع مارينيكس في بروكسل، وهو العنوان المعلن عنه. فأرسلنا رسالة أخرى بالبريد المسجل، وهذه المرة أجابوا باسم وورد تشيك. وأرسلنا رسالة إلى عنوان ريفينيتيف في شارع مارينيكس. فماذا حدث؟ أن تومسون رويترز غيرت عنوان مكتبها وانتقلت إلى سويسرا. إذن في كل مرة نحاول الإمساك بهم يغيرون مكانهم. قال الزملاء البريطانيون إنهم ينتقلون من مكان إلى آخر. أشهر من التحقيق في هذا الملف المعقد والغامض كانت كمن يطارد شبحاً متخفياً في شبكة افتراضية تتحكم بمصائر الملايين. بعد محاولات عديدة تمكننا أخيراً من الدخول إلى قاعدة بيانات وورد تشيك الحالية عام 2019 للمرة الأولى عبر أحد عملاء الشركة
والذي طلب عدم الكشف عن هويته. رجال أعمال، سياسيون، صحفيون، ومعارضون ونشطاء من دول عربية وإسلامية مختلفة مصنفون على هذه القوائم. مصادر التصنيف معظمها روابط لأخبار ومواقع إلكترونية، بعضها يوصف بالصحافة الصفراء والموجهة، والبعض الآخر يشتهر بعدائه للإسلام. بحثنا عن بعض المؤسسات الإسلامية العالمية المعروفة، وجدنا بعضها مصنفاً على قائمة الإرهاب. اللافت خلال بحثنا في القائمة استمرار اعتماد وورد تشيك بشكل كبير على قوائم الإرهاب التي تصدرها دول عربية طالتها انتقادات كثيرة دون أي تثبت أو تحقق. فمثلاً صدمنا أثناء البحث بوجود اسم اللاعب المصري الشهير محمد أبو تريكة، نجم المنتخب المصري السابق، مصنفاً في قائمة وورد تشيك تحت بند الإرهاب. المصادر التي اعتمد عليها في تصنيف أبو تريكة هي روابط لأخبار ومقالات صحفية منشورة في مواقع معظمها موالية للنظام المصري، وذلك استناداً إلى قائمة أصدرتها السلطات المصرية في نيسان أبريل عام 2018، تضم أكثر من 1500 اسم لشخصية مصرية صنفتها في قائمة الإرهاب، كان أبو تريكة من بينها. قررنا التأكد من الوضع الحالي لمن قابلناهم في هذا التحقيق. تظهر القائمة أن تحديثاً حصل مؤخراً على ملف اتحاد المنظمات الإسلامية، ومع ذلك ما يزال الاتحاد تحت بند الإرهاب، وما زال مصدر التصنيف هو القائمة الإماراتية. لكن تصنيف كل من ماجد الزير ومسجد فينزبي بارك تم تحديثه وإزالته من قائمة الإرهاب إلى قوائم المنظمات والشخصيات العامة. ولكن السؤال المهم، هل بعد انتهاء القضية وتحقيق كما تقول هذا النصر، هل تم فتح أو إعادة فتح حساباتكم البنكية؟ للأسف بنك HSBC رفض أن يفتح لنا حساب، حاولنا فتح حساب مرة أخرى بعد انتهاء القضية. إذن الضرر لم ينتهي سيدنا. الضرر لم ينتهي أبدا، الضرر لم ينتهي، الضرر لحقنا إلى الآن. حصل ضرر يتعلق بسمعة المسجد، بسمعة التراستيز اللي هم أمناء المسجد، بسمعة مريدي المسجد، بل بسمعة الجالية المسلمة هنا. يجب أن نقف ضد هذه التصنيفات. لا يجب أن نسمح لدول أجنبية أن تستخدم قوة الدولة في الإعلان عن خصومها السياسيين كإرهابيين، وندعهم يعاقبون في هذا البلد أيضا، وتتوقف البنوك عن التعامل معهم كنتيجة لتصنيفهم من قبل دولة أجنبية. لذا أعتقد أنها مشكلة رهيبة، ويجب أن يتم تناولها سياسيا هنا لتجنب هذا النوع من التضييق الشديد ضد أناس أبرياء. هذا هو تأثير هذا التصنيف. في نهاية هذا التحقيق قررنا أن نواجه الشركة مجدداً بالحقائق التي توصلنا إليها. أرسلنا استفساراتنا عبر البريد الإلكتروني. وصلتنا بعد أيام رسالة أولى قالت فيها الشركة إن دورها الأساسي هو مكافحة الجرائم المالية، ونفت أن تكون القوائم سرية، معللة بأن للأفراد الحق بطلب نسخة عن ملفهم الشخصي أو الاستفسار عن وضعهم في القائمة. وصلتنا رسالة ثانية بعد ذلك بأيام، هذه المرة من مكتب المحاماة الخاص بالشركة. نفت الشركة بشكل قطعي أي استهداف للمسلمين في قوائمها، كما أكدت على استخدامها لمصادر إخبارية متوفرة على الإنترنت، وأكدت كذلك اعتمادها قوائم العقوبات الصادرة عن الحكومات حول العالم دون أن تتطرق إلى اعتبارات الديمقراطية أو حقوق الإنسان في تلك الدول. أكدت الرسالة ألا دليل على ارتباط بين غلق الحسابات في المصارف وقوائم وورد تشيك. واختتمت الرسالة بتهديد صريح لفريق ما خفي أعظم باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم حين تدعو الضرورة لذلك. أما بخصوص الرسالة التي أرسلناها مع بداية هذا التحقيق إلى مصرف HSBC، فلم نتلقى أي رد عليها
حتى تاريخ بث هذا التحقيق. وفي ظل تهديد وورد تشيك لنا، تواصلنا مع الهيئة البريطانية الرقابية الحكومية المختصة بمتابعة هذه القضايا، وسألناها عن مشروعية عمل هذه الشركات ومدى قانونية تصنيفاتها، فجاء الرد كالآتي: لقواعد البيانات دور مهم تلعبه في مساعدة الشركات المالية على تحديد الأفراد والمنظمات التي تسعى إلى استخدام النظام المالي في المملكة المتحدة لجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ومع ذلك يجب على الشركات العاملة في هذا المجال اتخاذ خطوات مدروسة لضمان دقة البيانات التي تستخدمها في اتخاذ قراراتها. ونحن الآن في طور التحقيق في هذه المسألة، وما زال عملنا مستمراً. في العلن يقول القائمون على وورد تشيك إنها تكافح الإرهاب والجرائم المالية حول العالم، لكن ما تتستر عليه الشركة قوائم تضم مئات الآلاف من الأسماء أدرجت تحت بند الإرهاب. القضاء البريطاني شاهد على عدد من الضحايا الذين عرفوا بوجود أسمائهم صدفة بعد تسربها، نجحوا في انتزاع تسويات قانونية دفعت وورد تشيك ثمنها تعويضاً واعتذاراً. تسويات أرادتها الشركة أن تمضي بعيداً عن الأنظار، فما خفي من قوائمها وآثارها أعظم.